السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة فوكا شانل. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي تحذفوا فيديو نهائي من تطبيق كواي. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو وشير لكل أصحابكم. هنروح على تطبيق كواي الصفحة الشخصية، هنلاقي الفيديوهات كلها. هتحددوا الفيديو اللي انتوا عايزين تحذفوه، مثلا هنحذف الفيديو الأول ده. هتشغلوا الفيديو، هتلاقوا هنا مجموعة اختيارات على اليمين. اول اختيار ده اللي هو للايك، تاني اختيار اللي هو التعليق، وتالت اختيار الشير اللي هو المشاركة، ورابع اختيار تحميل الفيديو. هندوس احنا على اللي هو السهم ده اللي هو المشاركة او شير. هيفتح معانا، هنلاقي مجموعة اختيارات، هنلاقي تحت اختيار تثبيت الفيديو وطباعة اللينك واختيار ان الفيديو يبقى خاص او برايفت. هنلاقي اخر اختيار وهو ديليت. هنيجي نضغط على ديليت بالشكل ده، هيظهر لنا رسالة عايز تأكد ان انت فعلا هتمسح الفيديو. لو خلاص هنأكد، هندوس على كلمة ديليت، الفيديو هيتمسح على طول، لكن انا هدوس على كانسل. بكده يكون الفيديو اتمسح تماما من حساب كواي. في ناس كانت بتواجه مشكلة كبيرة وكانت عايز تمسح فيديوهات ومش عارفة هي دي الطريقة المظبوطة، وقدامكم طبعا زي ما انتم شايفين. اكيد الفيديو هيفيد ناس كتير. اتمنى تعملولي لايك للفيديو وتشيروه لكل اصحابكم، وكمان تكتبولي تعليق حلو زيكم. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم.